عبارة عن شعار البطولة. وفيها طبعا كأس العرب، وهذه كلها مذهب، وهذا مرصع باللولو، وهذه اللي كانت عنابية. قلبناها خضراء بعد ما وفيها أحرف موطني اللي هي الأغنية العربية المشهورة كلها. يعني وطبعا يجي معاها العلم. يجي معاها العلم، وطبعا بحكم أن الجزائر هي ما أخذت البطولة، الآن السارية عندكم وممكن تحتفظون فيها وتسلمونها حق المستقبل إذا صارت بطولة ثانية. أنا ما أعرف إذا بتصير إن شاء الله. هذه التقاليد الأحسن تقاليد اللي تقرب لنا. نعم نعم نعم. شلي تفشل السياسة. صحيح. صلحوا الرياضية. شفنا كيف كانت الجماهير مع بعض. فكانت ممتازة. تقيلة شوي بس هي عبارة عن شعار البطولة. وفيها طبعا كأس العرب، وهذه كلها مذهب، وهذا مرصع باللولو، وهذه اللي كانت عنابية. قلبناها خضراء بعد ما وفيها أحرف موطني اللي هي الأغنية العربية المشهورة كلها. يعني وطبعا يجي معاها العلم. يجي معاها العلم، وطبعا بحكم أن الجزائر هي ما أخذت البطولة، الآن السارية عندكم وممكن تحتفظون فيها وتسلمونها حق المستقبل إذا صارت بطولة ثانية. أنا ما أعرف إذا بتصير إن شاء الله. هذه التقاليد الأحسن تقاليد اللي تقرب لنا. نعم نعم نعم. شلي تفشل السياسة. صحيح. صلحوا الرياضية. شفنا كيف كانت الجماهير مع بعض. فكانت ممتازة. تقيلة شوي بس هي عبارة عن شعار البطولة. وفيها طبعا كأس العرب، وهذه كلها مذهب، وهذا مرصع باللولو، وهذه اللي كانت عنابية. قلبناها خضراء بعد ما وفيها أحرف موطني اللي هي الأغنية العربية المشهورة كلها. يعني وطبعا يجي معاها العلم. يجي معاها العلم، وطبعا بحكم أن الجزائر هي ما أخذت البطولة، الآن السارية عندكم وممكن تحتفظون فيها وتسلمونها حق المستقبل إذا صارت بطولة ثانية. أنا ما أعرف إذا بتصير إن شاء الله. هذه التقاليد الأحسن تقاليد اللي تقرب لنا. نعم نعم نعم. شلي تفشل السياسة. صحيح. صلحوا الرياضية. شفنا كيف كانت الجماهير مع بعض. فكانت ممتازة. إن شاء الله. شكرا.